هاي جايز، كيفكن؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامه. ندعي لكم دوم ضلوا بخير وسلامه وصحه وعافيه وتامه ان شاء الله يا رب. ينال اعجابكم هذا الفيديو اللي راح نعمله. شو بدنا نعمل بنوتات الحلوين؟ تحدي يوغا. يس يس يس، حطوا لايك واشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد وحلو وممتع وبيسلي. قناتنا كتير 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 مميز. ادعموا قناة تحديات رانيا وقناة شيرين ندرين، وخلي المشاهدة للأخير. لا تنسونا، نحن بنحبكم وانتو بتحبونا، وانتو عائلتنا الثانية يا أحلى متابعين بهالدنيا. ومشان هيك يا متابعين رح نعمل هلا هذا التحدي. متحمسين؟ كتير على التحدي اليوغا؟ كتير. يس، كتير. أحلى رياضة. كتير. واو، مع بنوتات الحلوين نانوشي وانجليكا وشوشو وستيلوكي. ليتس جو على هذا التحدي القوي، وانتم ابطال. نعم انتم ابطال. نعم، فل متى هيا لهذا التحدي. 1 2 3. وين هربتي؟ لا تهربي، خليكي جاهزه. انا بس قبل ما تبداوا، ايش هي اللي لابسه جديد نانوشي؟ قبل ما تبداوا، رجليك كبار لابسه سحاطات صغار، ليش لابسه لاندرياس؟ ايوه. لا ليتس جو. عم نمزح شوي، استنى خذها. يلا ساعديهم انجليكا، مو لازم تكوني مساعدتهم. اوه يس 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 يس. ناس شيلي ايدك، شيلي، خليكي شيلي. لا ما شعراتي، لا شدي شعراتي، لا شدي. جايز خلص، حلوه كثير 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 كثير. بس بدي اعرف ليش عم تشدي شعراتك. جايز شلون كانت؟ عن جد استمتعنا كثير، مو؟ ظبطوا هن، ظبطوا، بس بالاخير ستيلا شدت شعرات نذرين كانه عم تنتقم منا بهالمقطع. لا لا لا، كانه في لها ماضي هالشيء، ولا حاليا حيطة بعقلها وبقلبها شيء عم تنتقم من نذرين، واكيد في شيء وما رح نعرفه بالاخير، ولا ما رح نعرف؟ اكيد ما رح نعرف. يس صاحبة الاسرار. ليتس جو على التمرين الثاني، ونشوف شو بقى البنوتات الحلوين شو راح يعملوا بالتمرين الثاني، وان شاء الله ما يكون صعب، لانه يعني شوي شوي عم صعبوها. ليتس جو، يلا الجولة الثانية. جاهزين؟ ايه يلا. منا تمشيها انت بعد حالك، بس لا تنتقبوا لبعض لانه هون عم. يلا 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 انجلينا، انت الشاهديه. انجلينا، اوه انجلينا، روحي من هون انجلينا، روحي من هون. لازم الكل كانوا يشوفوا شيرين. انجلينا ما عم تساعدين، تعي وقفي هون. انجلينا شوي شوي بعدي، تعي تعي لهون. اوه ليتس جو، حلو حلو كثير كثير كثير. ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش، اي لاف يو جيرلز. اوه كثير كثير انبسطت معكم انا. يلا يا راضيين، لازم تكون هيك جسمكم سمباتيك، هيك هيك مثل الطيور ترفرفوا العصافير وتزقزقوا، هيك تطيروا بالجبال، وهيك بشوف هيك شو انتو، كانه هيك مثل نسيم الهواء، هيك ترفعوا لفوق بتطيروا. لازم هيك تكونوا رياضيين. يلا التمرين الثالث مع البنوتات الحلوين. يلا يلا يا نانوش، يلا انجلينا، يلا يا بطل، يلا يلا يا انجلينا. من هون، ايه هيك اجي تجي امامي هون، تحطي رجلك هون هون. يلا يلا يا انجلينا، يلا يلا رح ساعدك. ساعدوا ولا انجلينا؟ وسط وسط. جايز انجلينا شوي مو زياده، بس المهم المهم تخلص حالها. ثانك يو انجلينا.
كتير. انجلينا خليكي رياضية رياضية هيك نشاط بدلي. نشاط قوة قوة قوي. خلي المتابعين هيك لما يشوفوكم يصير عندكم هيك قوة ونشاط، عندكم تفاؤل هيك بتحسوا اشو انتو سريعين كتير كتير. يلا لسكو على التحدي. انت نشاط انا هون. يلا انجلينا انت من هون من هون. شو حطي حالك؟ لا من وسط وسط صح خلص. لا وسط هيك من هون. كيف رح نشوفه من هون؟ لا هيك هيك. يلا يلا يا ستيلا يلا 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 فيكي فيكي يلا 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 يلا. وان لا انجلينا ليش هي انجلينا هربت؟ لا عيدوها انجلينا. لا انجلينا انجلينا خلاص يلا انجلينا خليكي قوية انجلينا. سكوا بعض سكوا بعض يلا 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 يلا. لا لا ما مشي كيف هي صارت خلص ما زبطتنا. خليها تحاول ماما. يلا حاول يلا انجلينا ساعديها الحرام مرة ثانية. ما تحمل انت ضعيف السبب تحمل. يلا يلا انجلينا ساعدي ساعدي يلا ساعديهم انجلينا لازم تكون قوية قوية. مو انجلينا مو على جري فيك تاخدي. وان تو لا 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 ليش خفتي ليش؟ خلص 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 يلا التمرين الرابع. يلا 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 برافو كمان برافو انجلينا كمان بساعدكم حرام كمان انجلينا حرام. ليتس جو يا بنوتات يلا يلا كمان 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 بيبي. يلا انا جهزي حالك امسكي حالك كذا. يلا لا 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 لا. اوه ستيلا رياضية ستيلا ثانك يو حلو كتير كتير. يلا هلا في اجزاء كثيره اجزاء التمارين الخمسه والسادسه والسابعه والى اخره. يلا اسكو على التحدي اليوغا. يا شيرين رح نشوف هلا شيرين. حسيت انا داخله بالسيرك. شيرين البطله الرياضيه شيرين والبطله ستيلا بطله مدرين. يلا 1 2 لا 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 ايه ايه اوه ثانك يو. شو شيرين شو شيرين ليش عم تضحكي ليش عم تضحكي او هو شلون كانت شيرين؟ عيونك طالعة لبرا ستيلا؟ لا برافو ستيلا ما شاء الله عليها. يلا مو من ستيلا مين فيكم تعمل مثل ستيلا؟ ستيلا وبس والباقي كله خس ودري وبس والباقي كله خس كلياتكم بس والأوضة بتصير خس عشان ما تزعلوا. يلا يا حلوين يلا يلا يا رب بسم الله بسم الله يا رب. يلا ننوشي صرتي عجوزة؟ يعني لازم تمسكوها؟ شو عم تعملوا؟ تعالوا ستيلا كيفانة ستيلا تكيف انجلينا تكيفي. ثانك يو ثانك يو كثير ضحكنا متابعينا شلون كان هالمرة عن جد شي في ضحك. ندرين حلو كثير كثير سجلينا. هيا بنا يلا ندوش انت قوية يلا ارفعي سارة. انا بعمل يلا بتمنى تقدر سارة تاني. يلا
يلا يلا يلا. اوه يس يس برافو. خلاص شو بدك تعملي فيها؟ حرام عم تكملي لها يا بدك توقفي عم تنتقمي منها. عم ترفعيها لفوق 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 عم تكملي. لا لسه تكملي يسعى. حرام عليكي. لا لا خلص شو بدك تحطيها لفوق على الحيط يعني؟ اليوغا هيك. شو يعني يوغا تطير يعني؟ حرام عليكي. سيرة والله عم تنتقم منك هي. ليتس جو. حطي رجليك على ايد شيرين. يلا 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 ساعديها انجلينا. يلا يلا ستيلا انت قويه. يلا لا لا مش حاطه لا تخافي لا تخافي انجلينا. ستيلا لا تخافي. يلا يلا حطي لا لا هيك لازم كلنا نترك ستيلا هلا وقت بس ستيلا رح تقع. معلش كمان عم تساعد حالك. يا رب تركوها. يلا تركوها. 1 2 3 ما قدرت. مو مشكلة روما عملتوها. شكرا لكم حلوين كثير. لا تخافي. لا لا لساتك بأول عمرك يا ستيلا. هيكوني هون. لساتك صغير يعني بأول عمرك كيف تخافي؟ ساعديها انجي. وحدة هون تستني. وحدة هون ايه؟ انجي ساعديها حطي وحدة عند شيرين. استني لا توقعي. أول شي حسني. أول شي حطي حالك على شيرين بعدها أنا. اليوم احلى رياضه ها. يلا انجلينا امي من هون مشان الكل يشوفوا. عفوا عفوا بعد من هون حطي هالرجل اول شيء بعدين انجلي. يلا يلا انجلينا. يلا ستيلا اي ما صبتت معكم. يلا المهم حاولتوا. اوكي حاول حاولوا بس حلوة كانت كمان حلوة. يلا حلوين برافو. شو عم يصير معك ستيلا؟ عم يصير معك شلل لا سمح الله. حطي رجلك هون وايدك هون. يلا 1 2 ساعدين. يلا 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 يا حلوين. مو هيك ماني ساعديها. هيك انت اول شيء تقلبي حالك. لا لا مقلوب هيك. ايه مقلوب. ستيلا طلعي سدي. لا ما بتقدري انت هيك مقلوب. ثانية يلا امسكيها.
هتدي لها شعراتها؟ يلا خلص خلص تكفي كثير بضحك على فكرة كثير هالتمرين تعذبت كثير اوكي انجلينا الطبوسه تفضلي يلا لا انجلينا خليكي اهي ثابته ثابته خليكي ثابته شوي لكيشو حطوا لايك حطوا لايك مو بدكم صوره هيك يا ريت خلاص هي لا هي اوكي يلا يلا يا حلوين ننوشي روحي من هون لازم نشوف يلا 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 حلوة يلا عيدية أنجلينكا روحي من هون خلينا نشوف المقطع يلا 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 عملي غشة ستيلا حطي على الحيط وخلاص هذا غش ثانك يو تعبت كثير مو كان صعب صار الجو عم بيتغير كمان صار الجو شوب اليوم عنا احلى رياضة عملتو اي جايز ان شاء الله استمتعتوا وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو اللي عملوا تحدي اليوغا هلا شو عم تستريحوا خذوا هيك نفس عميق استراحة هدوء اعصاب خلي المتابعين كمان ياخذوا هدوء اعصاب بعد التمارين اللي عملتوها ان شاء الله على افلام كثيره تحديات كثيره ادعموا قناه تحديات رانيا وقناه شيل نذرين وصلنا لاخر فيديو نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو يوم جديد فيديو جديد اشتركوا بالقناه حطوا لايك باي باي.